الحتة التالتة برضو في موضوع الطلاق، لازم من طلق إن لم يكن على طلاقه 2 شهود ما ليش اعتبار، ما ليش قيمة الطلاق، كأنه لم يطلق. 2 شهود معناه أنك أنت لما تزعل مع امرأتك وتحب تطلقها لازم تجيب 2 شهود يشهدوا على أنك أنت طلقت. منين هذا الكلام؟ جبتوه ده الكلام ده منين عشان أنت تأتي ب2 شهود يشهدوا على أنك أنت طلقت زوجتك؟ 2 شهود يشهدوا أنك أنت طلقت زوجتك. طيب هذا الكلام جبتوه منين برضو؟ جبتوه منين يشهد على الطلاق؟ المولى تبارك وتعالى تمن الزوج على الطلاق فأعطاه العصمة. أعطاه لإيه؟ العصمة. وأتمن الزوجة على ما في بطنها، تقول أنا حامل أو أنا لست بحامل، أنا عندي شهر، أنا عندي شهر، أنا 3. هذا مؤتمن على مين؟ الزوجة. الزوجة مؤتمن على ما في بطنها، والزوج مؤتمن على عصمته. ده هذا التقسيم الإلهي. والمطلقات يتربص بأنفسهن إيه؟ 3 قروء. مين اللي بيحسب 3 قروء دول؟ هي الزوجة. إذن الطلاق بيد الزوج، لا يشارك في أحد. إنما موضوع تثبيت الطلاق في عند المأذون ده لحفظ الحقوق يا مشايخ، لحفظ الحقوق. حتى ما نفعله الآن من توثيق الزواج، هذا التوثيق عند المأذون ليس هو التوثيق الشرعي، إنما ده لإثبات الحقوق، لإثبات الإيه؟ الحقوق. فلذلك يؤتى بشخص عالم أو شخص متعلم أو حتى نفس المأذون يقرأ صيغة التوثيق بين الزوج والزوجة. لكن ما يكتب في الأوراق ليس هو الوثيقة الشرعية، إنما دي لحفظ الحقوق. ربما واحد يقول لا ما حصلش، يقول له أنت ماضع الورق في كذا وكذا وكذا. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصلح القلوب. قم في فم الدنيا وحي الأزهرة، وانثر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع عمليا واقض حق أئمة طلعوا به ظهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظ سلطانا وأكرم مظهرا.